ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب فيديو النهارده اتكلم معاكم عن رأيي وتجربتي مع شركة باي فيش. شركة باي فيش شركة اسباني، اسعارها تعتبر حلوة جدا، فانا هكلمكم عن رأيي وتجربتي مع المنتجات بتاعتهم وانصح بيها ولا لا. واول حاجة انا جربتها من عندهم هو التونر بتاعهم المشهور، وده بيكون شكله وزي ما انتوا شايفين العبوة تعتبر حجمها كبير جدا، 500 ملي، وكان سعره 90 أو 100 بالكتير، واحيانا على فكرة كمان بينزل عليه خصومات اكتر من كده في بعض الصيدليات. تجربتي معاه انا شايفة انه عبارة عن ماء ورد عادي جدا، مش بيقدم حاجة ازيد من انه يكون ماء ورد عادي. فلو عايزة ماء ورد بسعر كويس وحجم كبير يقعد معاكي فترة طويلة تمام، بس هو مش بيعمل اي حاجة اكتر من انه يكون ماء ورد عادي جدا، وهو ريحته كمان ريحة مية الورد، فهو يعني يعتبر عادي. لو عايزين تجربوه تمام، انا عن نفسي مش هشتري منه تاني لاني انا اوقات كتير بتحسس من مية الورد، فبرضو خلي بالكم من النقطة دي، في بنات بتتحسس من مية الورد. بس هو كان لطيف بالنسبة لسعره، مية ورد مش اكتر من كده. واللي جربته بعد كده من عندهم هو الميسلر ووتر او مزيل الميك اب، وزي ما انتوا شايفين العبوة كبيرة جدا، 500 ملي، وده بيكون شكله. تجربتي معاه انا شايفة انه مش احسن حاجة لو حد بيحط ميك اب كتير وكمان بيحط حاجات ووتر بروف، هو في الازالة ضعيف عشان تكونوا عارفين. عايز حد يكون بيستخدم ميك اب بسيط هيبقى تمام خالص معاه، لكن غير كده لو حد بيستخدم ميك اب كتير فهو مش قوي في الازالة للدرجة. تاني حاجة لاحظت شوية ان منتجات باي فيس خاصة الميسلر ووتر من عندهم، رغم ان مكتوب عليه انه مناسب للناس اللي بشرتها حساسة، لكن بصراحة هو مش مناسب خالص للناس اللي بشرتها حساسة. عشان بس لو حد بشرته حساسة بلاش يجرب الميسلر ووتر من عندهم، وكمان في مادة الصوديوم هيدروكسيد، والصوديوم هيدروكسيد مش بتكون مناسبة لكل الناس، في ناس كتير ممكن تتحسس منها. هي مادة منظفة او زي الحاجات اللي بتبقى موجودة في الصابون اللي هو الصودا الكاوية، فهي دي المادة موجودة فيها عشان تكونوا عارفين. في بنات كتير مش بتستحملها وبتتحسس منها، فلو حد بشرته حساسة بلاش الميسلر ووتر. بس هو بالنسبة لسعره وحجمه، حجمه كبير وسعره بسيط يعتبر بالنسبة لحجمه، هيبقى كويس لحد مش بشرته حساسة، كمان لحد مش بيحط ميك اب تقيل او ميك اب ووتر بروف. وده كانت تجربتي معاه، هشتري منه تاني ولا لأ؟ انا عن نفسي بصراحة مش هشتري منه تاني. اخر حاجة انا جربتها من شركة باي فيس وهو السوفت كلينزينج ميلك، وده بيكون شكله. وده بقى انا اشتريته في عرض، شايفين منتجاتهم الصراحة الاحجام بتاعتها كبيرة جدا، ده برضو 500 ملي تقريبا، كل منتجاتهم 500 ملي. وده انا كنت جايباه في عرض من الصيدلية بنص التمن فاخدته بخمسين جنيه. ده سوفت كلينزينج ميلك، مفروض انه زي غسول للبشرة بس غسول كريمي وكمان مزيل للميك اب. عارفين المزيل الميك اب بتاع شركة ايفون، هنزل لكم صورته هنا، نفس الفكرة وقريب جدا منه. ده بصراحة بالنسبة للسعر اللي انا اشتريته بيه 50 جنيه وكمية كبيرة، فده يعتبر حلو جدا. هوريكم شكله دلوقتي. بصراحة اول حاجة معجبنيش اني استخدمه كغسول، ده شكله زي ما انتوا شايفين زي الكريم بالظبط، شايفين زي الكريم بالظبط، وريحته في ريحة شبه ريحة نيفيا سوفت او ريحة باودر كده. اول حاجة كغسول بصراحة ما حبيتهوش، فكرة اني استخدم غسول، انا جربته كغسول انضف بيه بشرتي، بس انا بشرتي مختلطة وما جربتش ابدا قبل كده ان انا اغسل وشي بغسول كريمي. ممكن لو حد جرب او الفكرة نفسها عجباه تعجبه، او حد مثلا بشرته جافة، بس بالنسبة لي انا كبشرة مختلطة لما استخدمته كغسول حسيت انه بينظف، بس ما ارتحتش للتنظيف ده، اكيد فاهمين قصدي، ما حسيتش انه بينظف زي الغسول العادي. كبشرة مختلطة محتاجة الصراحة تنظيف اكتر من كده، لكن هو سوفت جدا، ناعم جدا، بينظف، مش هقدر اقول انه مش بينظف، هو بينظف. بس فكرة ان انا استخدم غسول كريمي كبشرة مختلطة بصراحة ما حبيتهوش، واي حد بشرته دهنية او مختلطة مش هيكون احسن حاجة ليه، لان الغسولات المخصوصة لينا بتكون بتنظف احسن من كده، وكمان
الفكرة نفسها ما كانتش مريحة بالنسبة لي، ممكن يكون حد تاني تعجبه الفكرة. مزيل الميك اب بصراحة عجبني اكتر كمزيل الميك اب، كأنك بالظبط بتشيل الميك اب بحاجة ناعمة جدا زي الكريم، وسوفت وخفيفة على البشرة، حلو جدا، قريب جدا من بتاع شركة ايفون. يعني لو حد جرب مزيل الميك اب بتاع شركة ايفون وعجبه فهو ده كمان هيعجبه، حلو جدا. لو لقيته بنفس السعر ده اكيد هشتريه تاني، بس بصراحة عجبتني فكرة انه خفيف وناعم كده على البشرة، حلو جدا، شيل الميك اب حلو جدا ومن غير مجهود على البشرة، فهو كمزيل الميك اب بصراحة حلو جدا، ما عنديش اي تعليق عليه كمزيل للميك اب، بس مش اكتر من كده. فكرة كغسول بصراحة ما حبيتهاش خالص. يمكن اكتر حاجة عجبتني من عندهم وممكن اكررها تاني اللي هو السوفت كلينزينج ميلك، لان انا مشتريه ب50 جنيه، فيعتبر سعره بالنسبة لحجمه لا يعتبر حلو جدا، فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن اكررها تاني من عندهم، وده شكله بالظبط بس كده. وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو جربتوا اي منتج من شركة باي فيس يا ريت تشاركونا برأيكم تحت في التعليقات، وبس كده، وشكرا ليكم ومع السلامة.